حقيقة طاهر وايت وبيان حاله. The reality of Tahir Wyatt and a clarification of his true state. طاهر وايت ينصر الإخوان المسلمين في أمريكا ويتعاون مع جماعة صلاح الصاوي وينضم إلى جماعة سلمان العودة اليقين ويحارب السلفيين. Tahir Wyatt aids the Muslim Brotherhood in the US and cooperates with the followers of Salih al-Sawi and joins the organization Yaqeen, who are followers of Salman al-Awda, and wages war against the Salafis. Tahir Wyatt يشارك في دورة مسجد النور لجمع التبرعات السنوي، وهذا المسجد الذي في أمريكا يفتخر بأن صلاح الصاوي يشارك معهم كل سنة. Tahir Wyatt cooperates with Masjid al-Nur for their annual fundraiser in the US. This masjid boasts that Salah al-Sawi lectures with them yearly. Tahir Wyatt عضو في جمعية اليقين التي أسسها عمر سليمان، وها هو عمر سليمان يقول دفاعا عن سلمان العودة: كل المصلحين في السعودية يتعفنون في السجون. Tahir Wyatt is a member in the organization known as Yaqeen, founded by Umar Suleiman. Here, Umar Suleiman says in defense of Salman al-Awda, "The only reformers in Saudi Arabia are the ones rotting in prison cells." وعبدالله ابن سلمان العودة عضو في جمعية اليقين أيضا. And Abdullah al-Awda, Salman's son, is a member of Yaqeen as well. صدق الشيخ العلامة ربيع حين وصف طاهرا بقوله: بعد دراسة أرى هذا يرد على السلفية في أمريكا ويؤذيهم، ويؤذي السلفية في بريطانيا ويمشي مع زاهد، والآن مقاله هذا نشر في كل الخلفية. هذه قرائن تدل على أنه الأمر الرابع أو الخامس أنه أبى أن يتكلم في أبي الحسن بارك الله فيه. كيف يسهل عليه الطعن في السلفيين هنا وهناك ويصعب عليه أن يقول كلمة حق في أبي الحسن بارك الله فيك؟ كذب على السلفيين في بريطانيا وعلى السلفيين في أمريكا، ثم يعرض عليه أن يقول كلمة حق في أبي الحسن فيأبى، فكيف تسمح له نفسه أن يحارب السلفيين وتمنعه نفسه أن يقول كلمة الحق في أبي الحسن؟ كان سلفيا ما كان هذا حاله، خلاف هذا الرأي الجديد في المدينة من أناس مخدوعين بالباهل لا يعرفون حقيقة حاله.